يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا في العمل يضعون اسم الشخص مع عندنا في العمل يضعون اسم الشخص مع صورته ويعلقونها في الجدار للموظف المثالي، يقول فما حكم وضع هذه الصور؟ هذا من الفتن، تعليق الصور في الشوارع وتعليقها في المكاتب وتعليقها، هذا من الفتن ومن تسويل الشيطان لبني آدم، تسويل الشيطان لبني آدم. وإلا ما هي المصالح في هذه الصور؟ بالله عليكم ما هي المصلحة من هذه الصور؟ إنما هي مضرة، مضرة واضحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يتوفى، قالوا إن وضع الصورة في البطاقة وإلا في رخصة القيادة وإلا في الأمور الضرورية حاجة، نقول نعم هذه حاجة لا بأس، الضرورة لا بأس، لكن هل إسراف في التصوير وتعليقاته هو هذا ما له داعي إلا المعصية، معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.